كان في كمان مجموعة من الأحداث المهمة حصلت امبارح في المحافظات. في الشرقية مثلا تم استخراج 5554 كارت ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة. أما في الإسماعيلية فهيئة قناة السويس أعلنت أنه هيتم بدء استزراع 11 مليون ذريعة جمبري بقناة السويس الأسبوع اللي جاي. ومعنا أخبار تانية كمان من مطروح والفيوم وسوهاج هنتابعها وهنعرفها من خلال التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح في المحافظات. البداية من الشرقية، حيث أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إن المديرية قامت باستخراج 5554 كارت ميزة جديد لمستفيدي تكافل وكرامة، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. امبارح تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عدد من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، كمان تابع بدء نقل إصبعيات سمك الدنيس من حضانات الاستزراع لأحواض التربية الكبيرة، والمفروض أنه هيتم بدء استزراع 11 مليون ذريعة جمبري في أول الأسبوع اللي جاي. كمان امبارح حصل أبناء مطروح المقيدين في فريق الجمباز العام على المركز الأول على مستوى الجمهورية و20 ميدالية ذهبية في بطولة الجمباز للجميع. وقالت مروة علي حبيب مدربة في فريق الجمباز العام إن البطولة دي هي الرابعة على مستوى الجمهورية اللي بيشارك فيها الفريق وقدر إنه يحقق المركز الأول. امبارح قامت اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بالفيوم بمتابعة حصاد الحقول الإرشادية للحملة القومية للقمح، وعددهم 170 حقل إرشادي بنسبة زيادة أكتر من 300% عن السنة اللي فاتت، وتم إدخال صنف مصر 3 لأول مرة بالفيوم علاوة على صنف سخا 95، وتم الشرح والتوضيح للمزارعين عن صفات الجودة والإنتاجية للأصناف الجديدة وأهم العمليات الزراعية السليمة اللي أوصت بيها الحملة القومية من الزراعة والحد الحصاد. جامعة سوهاج هتستضيف بكرة الجلسة الختامية للنسخة الأولى من نموذج محاكاة مجلس النواب المصري، وهينظمها أسرة طلاب من أجل مصر. الجلسة بتستهدف تثقيف الشباب وإعدادهم للمستقبل بشكل يحافظ على وحدة وكيان الدولة المصرية.